وقاعدة الإسلام الذهبية أعطي كل ذي حق حقه. سيدنا سلمان زار أبا الدرداء، أبو الدرداء كان من عباد الصحابة، يعني رجل متعبد يصوم كل يوم ويقوم الليل كله، حتى أنه قصر في حق امرأته، قصر في حق امرأته لأجل أن يزيد في طاعة الله تبارك وتعالى، يعني هو كل يوم صايم، كل ليلة قائم، هكذا كان عابد بالنهار وبالليل، حتى فرط أو قصر في حق زوجته. علم بذلك سلمان أخوه سلمان الفارسي، فأراد أن يزوره ليرى الأمر عن قرب وعن كثب وينصحه. فلما زاره قدم أبو الدرداء الطعام لمين؟ لسلمان. قال له طب كل معي. قال له أنا صايم. قال لا كل معي، أنا ضيف عندك وللضيف إيه؟ حق. صح، كل معايا. فأجبره على أن يأكل معه، ففطروا في اليوم ده، خلاص أفطر هذا اليوم. فلما جاء الليل بعد العشاء قام أبو الدرداء ليه؟ ليصلي. قال نم، نم دلوقتي، فنام شوية عايزه، قال نم. فلما بقي من الليل نصفه أو أقل قال الآن قم. في نهاية الليلة سيدنا أبو الدرداء زعل، ضيع عليه اليوم وضيع عليه إيه؟ نص الليل، فحزن. فأراد سلمان أن ينصح أخاه، قال يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لنفسك أو قال لبدنك عليك حقا، وإن لزورك يعني الزائر لك عليك حقا، فماذا أصنع؟ فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. أبو الدرداء في الفجر حكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له حصل من سلمان واحد اثنين ثلاثة، وقال الكلمتين دول، فقال له صدق سلمان، صدق سلمان. إذن القاعدة الذهبية أنه يجب على كل مسلم أن يؤدي لكل ذي حق حقه كاملا غير منقوص.